بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. إيقاع الليل والنهار بالصورة اللي بنشوفها خاصية فلكية من خواص الأرض. يعني مثلا الليل على القمر شيء مختلف خالص. على القمر الليل بطول أسبوعين والنهار بطول أسبوعين، والسماء سودة بالليل وسودة بالنهار على القمر. كل اللي بيتغير بين الليل والنهار على القمر هو إن سطح القمر نفسه بيبقى متوهج ومنور بالشمس، إنما السماء في عز النهار تبقى سودة. وزي ما قلنا الليل بطول أسبوعين والنهار بطول أسبوعين، ودرجة الحرارة بالنهار فوق الغليان وبالليل 60 تحت الصفر، شكل مختلف خالص عن إيقاع الليل والنهار على الأرض. أيضا على المريخ مثلا السماء حمراء، درجة الحرارة أيضا بتهبط لدون الصفر 60 و100 تحت الصفر بالليل. الليل على الزهرة ظلمة بالليل وظلمة بالنهار بسبب كثافة السحب، جو الزهرة عدة أضعاف جو الأرض وكله أبخرة وسحب. لما بنروح لأطراف المجموعة الكوكبية أورانوس ونبتون وبلوتو نجد ليل ونهار معتم وظلمة وبرد، برد قارس فظيع. لو رحلنا في السماوات بعيد عن المجموعة الكوكبية في الفضاء اسود حالك السواد ليل نهار، أغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش يعني سودها خالص، يعني سواد السماء حالك حالك شديد الحلكة. أغطش ليلها وأخرج ضحاها. السماوات يعني نور السماوات أخرجوا منين؟ منها برضو زي تمام في الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها، يخرج الحي من الميت. فالنور اللي في السماء طالع من السماء نفسها، من سحب الإدروجين لما انكمشت وبالجاذبية تقلصت وتوهجت وارتفع درجة الحرارة الإدروجين، وبعدين بالتفاعلات النووية طلع منها النور. فالنور طالع من جوه السماء. أكن فعلا اللي احنا فيه من اختلاف الليل والنهار أو إيقاع الليل والنهار على الأرض دي خاصية فلكية خاصة. أن شفنا أنواع الليل على القمر والزهرة والمريخ وعلى أورانوس ونبتون وبلوتو حاجات فظيعة، شيء ما يتعش. إنما الليل بالطريقة اللي بنعيشها على الأرض بالإيقاع الجميل ده خاصية فلكية خاصة بالأرض. يعني ما جاتش كده، ده احتاجت لتهيئة خاصة. يعني عشان يبقى إيقاع الليل والنهار بالصورة اللي احنا بنعيشها احتاج الأمر إن الأرض تدور بسرعة معينة، تبقى قريبة من الشمس بدرجة معينة، لا هي قريبة قوي ولا هي بعيدة قوي، لأنها لو كانت قريبة قوي كان بقى حالها زي عطارد والزهرة، ولو كانت بعيدة قوي كان بقى حالها زي حال أورانوس ونبتون وبلوتو. فإذا وضعها بتحسب مظبوط، يعني احتاج الأمر إلى تهيئة خاصة، سرعة دوران خاصة، مسافة من الشمس خاصة عشان نوصل للإيقاع اللي احنا بنعيشه. الإيقاع الجميل ده 12 ساعة ليل 12 ساعة نهار، وبعدين جاذبية الأرض احتفظت بالمحيطات فبقى في مية وبقى في نسمة، وفي نفس الوقت احتفظت بالجو فبقى لون السماء أزرق، بينما لون السماء في القمر أسود خالص. ليله اسود والنهار برضو، بالنهار على القمر برضو لون السماء اسود.
لكن على الأرض، لأن الأرض احتفظت بالجاذبية بتاعتها، احتفظت بمية المحيطات واحتفظت بالجو، فأصبح في جو، جو هو اللي ادى الانعكاسات والانكسارات الجميلة واللون الأزرق الحلو اللي احنا بنشوفه، والشفق والغسق وكل الحاجات اللي ايه بيعبر عنها الشعر. أكن الإيقاع الجميل بتتابع الصور الحلو بالألوان اللي احنا بنشوفها على الأرض كان نتيجة تهيئة خاصة، ما جاش كده، ده تم نتيجة حسابات وخطط مظبوطة. تمام، زي ما تيجي تشوف رواية محبوكة قوي قوي وبعدين تقول يا سلام ده مين اللي ألف أو مين اللي أخرج، تبتدي تحس بما وراء الكواليس. كذلك احنا لما نشوف نحس بالتهيئة ان المسألة كانت مش صدفة، دي حاجة محسوبة، فعلى طول يجي احساسنا للغيب، مين اللي خلق، ما أروع ما خلق. وهو الدين باختصار هو ايه الدين؟ ده في كلمتين اتنين، الدين هو احساس بالغيب، مجرد انك تحس بان في شيء ورا الكواليس، ان في يد عملت، ان الحكاية ما جاتش كده، ان في حبكة، ان في حكمة، ان في هدف، ان في نظام، هو ده بداية الدين. ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالليل والليل إذا يغشى والليل إذا يسري والليل إذا سجى، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، ومن آياته الليل والنهار. فلفت نظر، دي فيها لفت نظر إلى أن الحكاية دي مش بسيطة، وآيات كثيرة اتكلمت عن اختلاف الليل والنهار، أن دي مش بسيطة وإنها ما جاتش كده، وإنها وراها حساب وخطة وتهيئة خاصة. في الواقع حكاية الليل والنهار مش فرق إضاءة، لا، ده فرق مناخ وجداني، مناخ وجداني. الليل مناخ مختلف، مناخ تركيز، كل الألوان بتاع النهار بتروح وكل التفاصيل بتروح، فيبتدي الواحد يقدر يركز وبالتالي يقدر يتخيل، يقدر يحلم. مناخ سكن ونوم، وفي نفس الوقت الليل هو الوقت اللي الجسم بيجدد مادته. يعني مثلا هم حسبوا فلقوا كل 7 سنين الجسم بيغير نفسه تماما، كل الخلايا بتهلك وكل حتة فيه بتتغير، اكسسوارات ما عدا المخ، 7 سنين يكون الجسم كله اتبدل. بيحصل امتى؟ امتى بيحصل البنى، بناء من هدم؟ في الليل. والليل مناخ الشعراء ومناخ الفنانين ومناخ العابدين، واحنا دايما بنشوف الفلاح ماشي على الترع يقول يا ليل يا عين، مجرد لما يطلع القمر كده والنسمة الحلوة نسمعه بيقول يا ليل يا عين. وفي كل أغانينا يا ليل يا عين دي جزء من التراث الأصيل في الأغنية. أنا عاوز أقول مش إحنا بس، ده كل الحيوانات والنباتات والكون كله عمال يقول يا ليل يا عين، كله بيقول يا ليل يا عين. وزي ما بنشوف إحنا عندنا ناس بتوع ليل، أهل ليل وناس أهل نهار، فكذلك برضو في المملكة الحيوانية والنباتية فيه مخلوقات ليل وفي مخلوقات نهار. في نباتات الظل وفي نباتات قاع البحر دي بتعيش في ليل مستمر. في الجراثيم الفتاكة الملعونة اللي دايما تستخبى بعيد عن الشمس ومناخها الليل. فيه الحشرات اللي ما بتسعاش إلا بالليل. فيه البومة، مخلوق وطائر الليل العجيب، متخصص، طائر ليلي، سفاح ليلي متخصص. فيه الخفاش الوطواط، في سهرة الليل الشهير اللي بيغني ونسمعه دايما بالليل قرب الفجر، الكروان ده مطرب ليل. زي ما بنشوف
في البني أدمين الليل بالنسبة للبعض عبادة، عكوف، تأمل، سهر مع كتاب أو على ورق أو قلم أو مع فكر، وبعض الناس عندها الليل تآمر، قطع طريق، قتل، سرقة، نهب، مخدرات، عكوف على كأس. كذلك بنلاقي في مملكة الحيوانات شفنا برضو ان فيه اللي بيغني بالليل زي الكروان، وفيه اللي بيقتل بالليل زي البومة، وفيه مصاص الدم. هنشوف مصاص الدم ده حاجة عجيبة قوي بالليل، وفيه الجرثومة الفتاكة القاتلة. والليل هو مبدأ الأول، في البداية كان ظلام الأول وعدم، وجه النور وجه الوجود. تعالوا مع بعض نتجول في عالم الليل ونشوف الفيلم العجيب البومة. الليميور شوفوا العينين، القطة، الفهد أو القطة المتوحشة، قرد ليلي، شوف البومة. البومة سفاح ليلي عجيب متخصص، وقد ما حدش يسمع لها صوت عشان ريشها حرير. شوف شوف الانقضاض على طول، ما حدش سمع الريش حرير، والعين حادة والمخلب زي الخنجر، وانقضاضها لا يخيب، واخد الارنب معاها ما خابتش ابدا. صياد ليل مفترس عظيم بيوزع الاكل على اولاده. القطة لها سعي ليلي، كلنا ساعات شفنا القطة عينيها زي البطارية طالعة من حارة كده، شيء مرعب. شوف لقيت صيدة، مطاردة ليلية. شوف القطة شافت الفراشة عاوزة برضه تاكله، مستنياه. شوف عينيه، هي مستنية الفار، مش هتهتأه، قاعدة متربصة له وجابته فعلا. دي حاجة غريبة قوي، مغامرة في أبرد وأظلم الكهوف في تكساس، مفيش نور خالص بيخش، عشان راح وعملوا مغامرة ودراسة في كائنات هذا الكهف. طبعا هي كلها مخلوقات عايشة في الظلمة المطلقة. فهنشوف ايه نوعية الكائنات اللي ما شافتش شمس. مجموعات من المخلوقات لم ترى النور ولا الشمس، عملوا دراسة عليها في احد كهوف تكساس، اظلم وابرد الكهوف. لقوا ظاهرة غريبة قوي، هنشوفها سوا دلوقتي. شوف القوقع ده، لقوه أعمى، قوقع أعمى.
لا أدي يرقات وديدان ضريرة. شوف الدودة دي ضريرة. له أنواع من القشريات عامية. شوف أنواع من الجمبري لكن أعمى. برضو دي حاجة زي اللوبستر وزي جراد البحر لكن عامية. شوف العين فصالة ازاي. السمك أعمى شيء غريب. شوف السمك شوف العين مطموسة تماما عامية. شوف ده ايه ده سلامندر تكساس بلاين سلامندر مشهور أعمى. شوف ما فيش عينين خالص. تكساس بلايند سلامندر سلامندر أعمى. في بعض أنواع السلامندر في بقية عين لكن أعمى برضو هنشوفه دلوقتي. شوفوا يعني ده بقية عين لكن ضرير برضو ما نشوفش. حاجة غريبة ان جميع الكائنات اللي وجدوها عمية. يا اما عينيها انطمست نهائيا يا اما فيها بقايا عين لكن ضريرة لا تبصر. بالليل ايضا من حيوانات الليل الضباع. دي من فصيلة الكلاب ومن اكلات الرمم. ممكن تتجمع وتهاجم حيوان أكبر منها زي الخرتيت مثلا. نشوف الحكاية دي. شوف بتتنادى على بعضها بالليل وجاية تستقطع. شوف المجموعة قد إيه. شوفوا اتلمت حوالين خرتيت. شوف خرتيت ضخمة قد إيه لكن ناوية تفترسه. مفيش حاجة هتنقذ الخرتيت ده إلا ظهور أسد يفركش كل الشلة. ويضيقوا عليه الخناق. لكن الأسد ظهر ففركش المجموعة دي كلها كله جري. شوفوا الكهف ده الكهف ده في 4000 مليون وطوط. هيطلعهم بالليل بيبقوا زي السحابة لما يطلعوا. شوفوا هم طالعين. شوفوا عدد الوطاويط المتعلقة قد ايه. شوفوا الحيطة حيطة الكهف كلها وطاويط عناقيد من الوطاويط. شوفوا احنا بنصور من جوه الكهف دلوقتي من داخل الكهف. وشوفوا الوطاويط طالعه بالليل. وشوف طالعه قد ايه اكنها سحابه 4000 مليون وطواط يعني عدد سكان الكره الارضيه طالعين من فوق. شوف شوف شكلهم. احنا جوه الكهف ونصور خروج. شوف هيغطوا وش الشمس. الخفاش كائن ليلي درجه اولى. شوفوا طالع شكله. شوف شو قد ايه العدد. شيء رهيب رهيب رهيب. خلاص ما حدش شايف الشمس الغروب ما حدش شايفه. سنة 1930 في اواخر سنة 1930 روبرت كولومبو اكتشف ظاهرة خطيرة ان
الخفاش بيبث امواج التراسونيك، والامواج دي تنعكس على الحواجز وعلى الجدران وبعدين ترجع له، فمنها يعرف في موانع في سكته او مفيش. وده كان بداية معرفتنا لطريقة استدلال الوطويط اثناء طيرانها السريع ليلا. شوفوا جاي ازاي، مش هيخبط في السلك ابدا، شوف سلك يمين وسلك شمال لكن مش هيخبط فيه. ليه؟ بيبعت اشارات التراسونيك فتخبط في السلك فترجع فيعرف ان هنا مانع فيتجنبه، حاجة زي الرادار كده بس حاجة غريبة قوي. احنا سمعنا مرة في احد الحلقات الالتراسونيك لما كبروه بطريقة مخصوصة. بالطريقة دي ان الخفاش بيطير بسرعة هائلة وعمره ما يخبط في حاجة، انه بيبعت الامواج دي زي الرادار فتنعكس فيعرف سكته وما يغلطش، اي مانع في طريقه على طول يقدر يكتشفه. بحث برضو مهم قوي عمله دكتور دونالد، دكتور ألبن، عاشهم في مغارة وخفافيش وعملوا دراسة عليها. شوفوا البشاعة جوه المغارة بتاع الخفافيش، اتضح انها عبارة عن حياة بتاكل بعضها، حياة بتعيش على بعض. شوفوا الارض بتاع الـ الكهف، صوروا شوفوا شكلها ايه، الارض بتتحرك، ان هي عبارة عن حياة بتاكل بعض، حشرات على وطويط على كل انواع الكائنات العجيبة اللي عايشة على بعضها بعض. شوف مغامرة العلمي لدرجة انهم يعيشوا في كهف زي ده عشان يعملوا دراسة. شوفوا حركات المناخير، حركات المناخير دي هي اللي بيبعت بيها الالتراسونيك، عضلة مخصوصة كده في جوه الخفاش. ممكن ياكل فواكه زي ما احنا شايفين هنا بياكل فاكهة، وممكن يلقح الزهر زي النحل، لكن اغلب الخفافيش اكلت لحم، أكلت لحوم ومفترسة، إنما ده بقى غاوي فواكه. شوف ودانه رايحة يمين وشمال ازاي، بتستقبل الالتراسونيك اللي بيبعت. شوف الودن دايما الودن عمالة، الأنف والودن عمالين يتهزوا تمام زي الطبق بتاع الرادار. زي احنا عارفين بيشعلق برجليه، وايضا نعلم ان الوطواط ليس طائر. شوف بياكل حشره ازاي في اخر مزمزه. بياكل عقرب، الوطويط ممكن ياكلوا العقارب ويهضموا السم اللي فيها، وياكلوا السحالي وياكلوا حشرات وياكلوا الطيور وياكلوا بعض، وممكن يصطادوا سمك. يعني غريبة قوي ان الوطواط بصيح. نشوف لقطة بمليون جنيه عن الخفاش بيصطاد سمك، وعارف بيصطاد ازاي. الاول يبعت التراسونيك، موجة التراسونيك تحدد مكان السمكة في المية. شوف بعت موجة ما رجعت، عرف مكان السمكة بالظبط، فهينزل عليها يطير ويغطس ويطلعها. شوف ودانه، شوفوا بقى بالتصوير البطيء، هينزل يغطس مكان السمكة بالظبط ويروح قفشها وطالع. شوفوا لقطة بمليون جنيه. شوفوا واخد السمكة ازاي، عارف مكانها بالرادار بتاعه، بالموجة الالتراسونيك يبعتها تنعكس على السمكة تطلع يحدد مكانها بالملي، ينزل يروح يغطس ويروح. برضه تجربة ثانية ظريفة قوي، بيرموا له حشرة عن طريق ماسورة مدفع، بيحطوا الحشرة دودة كده ويروحوا حادفينها بماسورة المدفع، فشوف
شوفوا هو بقى بيصوروه بيصوروا الخفاش وهو بيصطاد الحشرة تصوير بطيء سلو موشن. شوفوا الطيران الأميق، شوفوا الحركة الإنسيابية الحلوة، شوفوا 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 هيجي ياخد الحشرة ازاي، يحضنها بجنحته وديله، شوفوا هوبا خدها بديله، هوب حدد مكانها ازاي بحكاية اللي قلنا عليها بالألتراسونيك، هوب هوبا. شوف الانسياب الحلو، يعني هي مش مجرد اي طيران، كان ده طيران شوف شو ياخد جناح ويروح خدها بجناح، المرة دي خدها بجناح هوبا برجلي هوب بجناحه، حضنها بجناحه. شوفوا فنية اللقطة وجمال الحركة، شوفوا انسياب النظام العضلي الحلو. في برضو حاجة مرعبة في غابات مكسيكو والأرجنتينا، اكتشفوا ان المواشي بتموت بمرض السعار واكترها بفقر الدم بسبب يعني حد بيمص دمها، كائن مخلوق بيمص دم البقر والمواشي فتموت بفقر الدم وبعضها يموت بمرض السعار. فبعتوا بعث التنقيب عشان تشوف ايه الحكاية دي، مين اللي بيمص دم المواشي. فكانت مغامرة عجيبة، قعدوا يدوروا في الكهوف، ففي احد الكهوف لقوا نوع من الخفافيش صغير، عرفوا من برازه اللي موجود في الكهف انه عايش على الدم، النوع اللي بيعيش على الدم. هنا بينقبوا في الكهوف، لاحظوا بقى البقايا دي تدل على خفاش نوع البقايا، شوف بيشاور عليها ازاي، شوف نوع البقايا تدل على ان الخفاش ده بيعيش على الدم. وفعلا لقوا الخفافيش دي حجمها صغير، الطريف في الفيلم ان هم بقى عاوزين يصوروها وهي بتمص دم المواشي، فدي كانت عملية صعبة لانهم اولا ما يقدروش هيصوروا في الضوء ازاي، فبيصوروا هيعملوا تصوير بالانفراريد بالاشعة تحت الحمراء في الظلمة المطلقة، في نفس الوقت هيحوطوا حظائر المواشي باسلاك خاصة عشان في محاولة انهم يصطادوا القبيلة المرعبة، قبيلة مرعبة من مصاصي الدم. شوف بيعملوا نطاق من الأسلاك حوالين حظائر المواشي، وفي نفس الوقت عشان الخفاش ما عشان الخفاش يقع في الشمس عملوا له تشويش راداري، يعني هو يبعت التراسونيك هم يبعتوا كمان التراسونيك فيلخبطوه، عملوا محاولة انهم يلخبطوا الالتراسونيك بتاع الخفاش عشان ما يعرفش السكة يقع يتوه يتخبط الاسلاك يقع. وحضروا الكاميرات كلها كاميرات انفراريد وطفوا النور، هيطفوا النور وهيبتدي التصوير بالليل المنظر المرعب اللي هنشوفه. التصوير بالانفراريد يخلي دايما الاشياء خضرة، فانتوا هتشوفوا البقر والمواشي خضرة بسبب الانفراريد. هم كلهم بقى قاعدين بيصوروا دلوقتي والضلمة خفافيش داخلة، بعضها وقع في الشباك اللي بره وبعضها دخل. شوفوا شوفوا اللابت فين، على رقبة البقرة على الشريان، شوفوا الصغير ده
لا بتشوفه ماسك فين هينقب الاكناه حقنة وريد. حاجه فظيعه. شوفوا شكله ايه، صغير ويمص دم المواشي ويقتلها. شوفوا ماسك فين البقرة عمالة تهش، مش قادر، مش طايق، ماسك في الرقبة، في العرق بتاع الرقبة يخرمه ويقعد يمص دم. شوفوا ماسك فين، منظر فظيع. المواشي بتحاول تبعد. هنشوف اتنين لابدين على رقبة، على رقبة شوفوا ماسك فين، ينقب الوريد عاد يمص الدم. شوفوا الاثنين دول، اثنين استلموا بقرة واحدة. شوف الاثنين، اثنين لابدين على رقبة البقرة، كل واحد يقطع حتة من الوريد ويقعد يمص الدم. يعني منظرهم فظيع. شوفوا لابسين جوانتيات، لأن نتيجة امتصاص الدم بعض الخفافيش دي مصابة بأمراض قاتلة، مرض الكلب أو السعار، فطبعا بياخدوا جميع الاحتياطات لأن كل منهم ممكن يكون عضته قاتلة، لأنه في دمه فيروس مرض الكلب. أخيرا قدروا يوصلوا لعلاج غريب أوي للمصيبة دي، مرهم مسيل الدم، أنتيكو أجيلانت كريم، يدهنوا الخفاش بالمرهم خالص وبعدين يطيروه ويسيلوه، فهو يحتك بغيره بغيره بغيره، فكلهم يبقوا عليهم المرهم المسيل الدم، والنتيجة إن أي جرح خفيف في أي واحد فيهم يبقى جرح قاتل ويخلص عليه. شوفوا المرهم بيدهنوه وبعدين يطيروه، ده لو احتك بأي وطوات تاني وتالت ورابع تكون النتيجة ان المرهم يتوزع على الوطويط، وده مرهم قاتل، لان اي جرح بعد كده في الوطوات ده دمه هينزف للموت. مرهم مسيل للدم، وبذلك تخلصوا من قبيلة مرعبة من الخفافيش مصاصة الدم أو فامباير بات. شيء غريب، شوفوا مليين السماء، حاجة غريبة أوي. قطعا احنا شفنا منظر في الفيلم مش هنساه ابدا، في المغارة الباردة المظلمة في تكساس، حيث كل المخلوقات عمياء، القوقع اعمى، الدودة، اليرقة، كابوريا، الجمبري، سلمندر، السمكة، كله أعمى، حتى اللي فيه بقية من عين العين فقدت البصر. هنفتكر الآية الجميلة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ربنا قرن البصر بالنهار وقال لك فمحونا آية الليل، وفعلا احنا شفنا العمى داخل هذا الكهف.
البارد المظلم. ولاحظنا ان معظم قبيلة حيوانة الليل مفترسة مصاص الدم قاتلة. ومن هنا الاستعاذة من طوارق الليل، بنقول من شر غاسق إذا وقب. والغاسق في التفسير هو طوارق الليل بما تحمل من شر. والله وصف نفسه بأنه نور، ومن أسمائه أنه نور. والنور يقترن في الذهن دائما بالعقل والوعي والفضيلة والبراءة والطيبة واللطف، بينما الظلمة تقترن بالضغينة والحقد والجهل والحسد والتربص. وفي القرآن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، والشيطان يخرج الذين كفروا من النور إلى الظلمات. وبإلهام من ربنا اخترعنا الكهرباء ونورنا وقدرنا نمد نشاطنا بعد الغروب. ومن أجمل آيات القرآن آيات في سورة نور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والآيات من الآيات الجميلة اللي تحمل أكثر من وجه من وجوه التفسير، وكان فيه اجتهادات كثيرة في فهم هذه الآية. بعض المفسرين اجتهدوا وفهموا الآية على وجه مجازي وفسروها تفسير إشاري، ففهموا المشكاة التي فيها مصباح بأنها الجسد فيه الروح، لأن السورة كلها ضرب مثال. السورة كلها بتتكلمش عن نور ربنا ذاتيا، نور ربنا لا يمكن حد يقدر يوصفه وليس له مثيل، لكن السورة ضرب مثال بيقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثال. ما هو المثال المضروب؟ قالوا المثال هو الإنسان، المشكاة التي فيها مصباح، الجسد فيه الروح، والمصباح في زجاجة، الروح في القلب، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قالوا ما دام هي لا شرقية ولا غربية يبقى هي من وراء الجهات ومن فوق الجهات، من وراء المكان، يبقى هو ده المدد الإلهي اللي جاي من عند ربنا، من وراء المكان، من فوق عالم المكان. ففهموا الصورة بأنها تعني القلب الإنساني بما نفخ فيه من روح وبما يرد عليه من أنوار إلهي، بمدد إلهي من وراء عالم الجهات ومن وراء عالم المكان. إذن المثل المضروب هو قلب الإنسان، والمشكاة التي فيها مصباح هي الجسد فيه الروح، والمصباح في زجاجة هي الروح تنور القلب، ويأتيها المدد من وراء ومن فوق المكان من الله سبحانه وتعالى. ده لون من الفهم. والبعض، وهؤلاء هم المفسرين العلميين بقى، قالوا لا، ده احنا ممكن نفهم الآية بحرفيتها. ومن هؤلاء الأخ عبد العزيز العلي من الكويت، وله كتاب طريف عن الشجرة المباركة، بيفهم الشجرة المباركة بأنها هي المجال، شجرة المجال المغناطيسي. بيقول حتى شجرة المجال المغناطيسي، المجال نفسه بتفرع خطوط المجال زي الشجرة،
وبعدين الشجرة دي هي الفتيل اللي أوقدنا منه الكهرباء، لأن ما احنا معروف في العلم إن أي حاجة تقع الخط المجال المغناطيسي يمشي فيها كهرباء على طول، أي سلك يقطع خط المجال المغناطيسي يمشي فيه كهرباء. فهو لكن الفروع الشجرة دي أو خطوط المجال هي الفتيل اللي خرج منه الكهرباء، والكهرباء نورت المصباح في زجاجة يعني. ففهمها بحرفيتها، وقال إن العلم بشكله الحالي واللي وصلنا له من علوم الكهرباء هو المثال المضروب، ربنا ضرب مثال من عالم اللي احنا عايشين فيه، كهرباء والمصباح والشجرة المغناطيسية. وقال لك هي الشجرة المغناطيسية لا شرقية ولا غربية، لأن المجال المغناطيسي ما فيهوش شرق وغرب، لكن فيه استقطاب لشمال وجنوب، في قطب شمالي قطب جنوبي، ده في المجال المغناطيسي لأي مغناطيس، ما فيش لشرق ولا غرب. فالشجرة المغناطيسية نفسها استقطابها شمالي وجنوبي، لا هو شرقي ولا هو غربي. ففهموا العلميين اللي مشوا في هذا الخط، فهموا الآية بأنها ضرب مثال من حياتنا اللي احنا معي، وهو المصباح الكهربائي بما يأتيه من مدد من شجرة الطاقة وبما يتألق به من أنوار. وفي الواقع السورة باعتبارها مثال تصلح للتفسيرين، تصلح انك تفهمها فهم إشاري مجازي أو حرفي علمي، لكن المراد من الآية يعلمه الله، وممكن أوي في المستقبل تجد علوم ونفهم بيها المقصود من الشجرة المباركة التي وصفت بأنها زيتونة لا شرقية ولا غربية. والآيات اللي حكينا عنها في الواقع من آيات الأسرار ومن الآيات الجميلة خالص، اللي هي بتتكلم عن نور الله سبحانه وتعالى وتضرب له مثالا. وفعلا احنا شفنا ايه معنى النور لما قارنا بين حياة الكهف اللي كل المخلوقات فيه عمياء وبين حياة النهار اللي كل المخلوقات فيه مبصرة، عرفنا يعني ايه الفضل العظيم لما ربنا ادانا هذا الايقاع الجميل، ايقاع الليل والنهار، وادانا النور وادانا البصر. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.